شوفوا ما شاء الله الموبيلتي مش بس قاعد بسكوات عم يعمل ستريتش وبسكوات كمان نحن ما فينا نقعد بسكوات هالبوزيشن بدون ما نوقع ما شاء الله السلام عليكم انا اخر مرة كسرت السكوات كان ميتين وثلاثين كيلو وهذا الرقم انا كتير انبسطت فيه عشان رجعت من اصابة وزي ما انتم عارفين وانتم متابعين معي بهالسلسلة واللي مش متابع معي يرجع من اول حلقة ويعرف القصة كلها من اولها يعني لما جبت ميتين وثلاثين كيلو انا كتير انبسطت انه مش بس رجعت من الاصابة تعديت رقمي القديم اللي قبل الإصابة فهذا الشي كتير كبير كان إلي أنا فاليوم لما كنت بالنادي كان يوم كتير كبير إلي عشان اليوم هو اليوم اللي أنا بروح وبمتحن الرقم آه السكوات اللي فيني جيبه عشان هذا آخر أسبوع قبل رمضان عشان برمضان مش رح أحمل أوزان سكوات ف هذا الأسبوع كان أسبوع كتير مهم يعني إذا جبت وزن جديد هالأسبوع حلو بدخل برمضان مبسوط وبجهز نفسي عشان بعد رمضان ارجع كمل، إذا ما جبت الرقم جديد كمان عادي بعدنا مبسوطين انه جبنا 230 والحمد لله. بس دخلت اليوم و يعني أنا عم بنتبه على نفسي أنا كل أسبوع ورا أسبوع ورا أسبوع أنا بحب أصور الجلسات تبعي عشان أعرف شو هي الأخطاء تبعي، عشان نحن دائما عم نتعلم، ما في حدا بيعرف كل شي، ما في حدا التكنيك تبعه ممتاز، ما في حدا عارف يعني ما في حدا بالعالم انا شفته ما في عنده غلط، ما في عنده مكان بيقدر يحسن فيه، فهذا اللي انا بحاول اعمل بحاول اعمله قد ما بقدر يعني انا انه بحسن التكنيك حسب معرفتي انا، يعني انا اكيد ما بعرف كل شيء بس حسب المعلومات اللي انا بعرفها لما اشوف الفيديو تبعي لما اشوف انا كيف التكنيك تبعي كيف الرفع تبعي في غرض انا بشوفها ما بتعجبني، في غرض انا بشوفها بعرف انه فيني احسنها وهذا اللي بحاول بسويه وهذا الشيء كتير انا مبسوط منه انه بالاسابيع اللي فاتت عم شوف اغلاط بسيطه والاسبوع اللي بعده مش عم تتكرر عشان عم ركز عليها عم حل عم لها حل فانا الحمد لله كتير مبسوط بالتكنيك تبع السكوات تبعي هلا عشان هو اصلا تغير يعني اذا بتشوف السكوات تبعي هلا والسكوات تبعي من سنه غير تماما انا حاولت أغير السكوات عشان جسمي انا حاولت غير السكوات عشان انا الطريقة اللي بعمل فيها سكوات من أول ما كانت مريحة إلي بس كنت أغصب حالي عليها وهذا الشيء غلط الواحد دائما لازم يلاقي الوضعية السكوات اللي هو مري... مرتاح فيه أكتر شيء اللي هو بينزل نزول كامل وهو مرتاح ما يحس وجع فهذا الشيء اللي أنا حاولت أعمله فاليوم الحمد لله دخلت على النادي كتير مبسوط كتير متفائل أم... كنت ناوي على رقم جديد أنا ما كنت عارف شو هو الرقم الجديد فبلشت شوي شوي ابني 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 الاوزان جلسات خفيف جلسات يعني صغيره يعني عدي عدتين ثلاث عدات بالكتير وشوي شوي عم زيد الوزن زيد الوزن لما اوصل لوزن حسيت انه ها يلا قربت بعدين بخفف بزيد بزيد, بزيد يعني بزيد بارقام اصغر يعني بدل ما زيد 10 كيلو بزيد 5 كيلو بزيد 2.5 كيلو عشان اعرف الوزن بالضبط اللي انا هو حدي فاليوم دلت زيد 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 وصلت للوزن اللي هو 235 235 هذا بيكون 5 كيلو فوق الوزن اللي انا عملته قبل هيك فهي 5 كيلو مش مش شيء قليل 5 كيلو يعني 11 باوند 11 باوند بي ار الناس احيانا بتاخذ سنة عشان يوصل لهالرقم فانا جيت لل 235 كيلو والحمد لله الحمد لله جبتها ونص ويعني يعني بانت سهلة وأنا حسيتها سهلة صراحة فهذا من حتى لو وقفت تمريني هون أنا مبسوط لو وقفت لو خلص ما جربت وزن تاني ودخلت برمضان بهذا الوزن هيدا إنجاز كبير إلي أنا وهذا الشيء مبسوط فيه بكون بس قلت ما دام خمسة 35 كانت كتير سهلة نجرب ال 240 كيلو جربت ال 240 كيلو دخلت على الوزن أول ما شلت الوزن من البار حسيت تقله حسيت هالوزن مش قليل يعني مع انه فرق 5 كيلو حسيت كانه فرق 20 كيلو صراحه يعني انت دائما الواحد بيوصل لهالوزن اللي بحسه شي مش طبيعي بس نزلت بالوزن وكنت متردد وهذا الشي انا كثير بكرهه وهذا الشي انا كثير عم حاول قد ما بقدر انه اتخلص منه

بهال يعني بالوقت الحالي بس عادي اصابات ورجعنا لورا شوي وقدمنا ورجعنا لورا شوي المهم انه عم نتقدم المهم انه عم نتحسن من اسبوع لاسبوع من شهر لشهر الاوزان عم تزيد وهذا الشيء اللي هو الهدف من الباور الهدف من الباور انه نزيد من اسبوع لاسبوع من من سنه لسنه انه نزيد اوزاننا نزيد بس اكيد نسوي كل شيء بطريقه صحيحه فها ها باقي شوي على 250 كيلو يعني 250 كيلو حتجي هالسنه يعني حتجي هالسنه مش حيعدي 2017 الا لما اكون انا حامل 250 كيلو سكوات هيدا وعد من نفس من مني انا لنفسي أه بس هيك لهذا الاسبوع بس هيك لهذه الحلقه وان شاء الله بشوفكم بالحلقه الجاي موست لايكلي على الاغلب الحلقه الجاي حتكون بعد رمضان عشان ما في سكوات تقيل فبشوفكم بعد رمضان ان شاء الله بهيدي السلسله بس اكيد حنكمل برمضان في حيكون في فيديوهات انطروها بس ما تخافوا ونرجع تلكن باي باي